عدنا والعود أحمد حللنا أهلا ووطأنا سهلا. جن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، فقط للرجال أحرار وللنساء الحرائر، أما الشميت الرعاوين فليذهبوا إلى مزبلة التاريخ ولا يهمنا أمر. قد ينزعج البعض من بعض الفيديوهات التي لا تصب في مصلحتهم، لا تصب في التصور ديالهم اللي باغي يديروا، ولكن نحن لا يهمنا أمرهم. فعندما تطرقنا إلى الموضوع ديال أستاذ باحث الذي ليس حكرا على أي فئة من الفئات، وليس يعني قريمة لا يستفد منها فئة من الفئات، ولن يحصل وفق التوافقات التي كانت في السابق مثل العلاقات الرداءية والتوافقات الرداءية بين النقابات والمصالح الإدارية والمدبر للملفات لو جيستيونير ذو الخلفية الإقصائية، لأن الاستفادة من إطار أستاذ باحث الذي سيحدث في النظام الأساسي الجديد فرضت الظرفية ديال إصلاح المنظومة التعليمية، وبالتالي لن يكون ريعا كسابقه. وبدك التوافقات اللي كانت تتم بين النقابات وبين المصالح الإدارية وبين لوجيستيونير ذو الخلفية الإقصائية، وبالتالي يتم يعني حلحلة هذه الملفات وفق التصور ديالهم من أجل إرضاء شرذمة من المنتسبين إلى بعض النقابات القواعد إلى آخره، أو من يدورون في فلك. إذن من هنا فإحداث أستاذ باحث والشروط المطلوبة يعني ينظمها المرسوم جوز 04403 ديال الوظيفة العمومية، وبالتالي فلا اجتهاد مع النص نهائيا، ولن نسكت عن أي تجاوز من التجاوزات التي كانت تحدث في الماضي. على سبيل المثال فوجين 2012 اللي متعوهم بأربعة سنوات اعتبارية، يجنبوهم الحصيص ورقوهم إلى العاشر في تجاوز سافر للقانون، وسنقوم بإثبات هذا التجاوز، لأن حتى أعطوهم أربعة سنين أي سنة تفوق عشر سنوات يحتفظ بها من أجل الترقي من العاشر إلى الحادي عشر، وهذا يؤكد أن هذه المادة اللي استفدوا منها ديال المرسوم جوز 19504 المادة 115 مكررة 6 مرات كانت تهم المتقاعدين بالتاسع ولا تهم المتخرجين بالتاسع. المتقاعدين بالتاسع تخص المتقاعدين بالتاسع ضحايا الزنزانة التاسعة ضحايا المادة 112 القادمة في 2004-2005 وكل من تقاعد بالتاسع إلى غاية 2019 على أساس يكون التوظيف الأول السابع والثامن وليس التوظيف الأول التاسع. فكما داروا التجاوز بغين يديروا في الملف ديال الدكاترة غادي يرجعوا ليه حتى نكملوا هذا التجاوز اللي داروا، لأن من يتيجوا الفوجين 2012-2013 اللي متخرجين بالتاسع وتيجوا في 2019 وتعطوهم سنوات اعتبارية المادة 115 في خرق سافر للقانون. علاش؟ لأن هذه المادة 115 تمنح فقط لا غير للفئة التي تم قرصنة سنوات من مسارها المهني، لأن هذه المادة 115 هي للتعويض عن سنوات ضاعت أو قرصنت من المسار المهني ديال المعني بالأمر. يعني خص
تكون توفي 10 سنوات وما ترقيتيش و يعني وترقيتي ب 13 سنة و 14 سنة و 15 سنة مثلا ترقيتي ب 14 سنة يعني راه ضاعت منك 4 سنين لأن الشرط باش تقيد هي 10 سنوات تنوجدوا أن الفوجين 2012 2013 عندهم غير 6 سنوات أو 7 سنوات يعني ما مستوفينش حتى الشرط إذا هذيك المادة 115 لا تخصهم لأن لن تقرصنا ما تقرصنت من مسار المهني ديالهم ولو دقيقة ولو يوم واحد وتلقوهم عطوهم هذيك المادة 115 وعطوهم سنوات اعتبار حتى افتراضا أنهم بغوا يديروا لهم كما الفوجين في 93 94 من دمجوهم في التاسع في 95 على أساس عندهم نفس الشروط مع الفوجي 95 وهذا هو الطرح اللي مشاو فيه 95 عندهم بكالوريا وعندهم نفس الشروط ودمجوا الفوجين 93 94 من 95 وجاو في 2014 وعوضوهم فقط عن الفتره الفاصله بين التعيين في الثامن والتعيين في التاسع نمشوا في هذا الطرح وهما جاوا قال لك بان في 2014 ولاو اصحاب الاجازه تيتخرجوا بالعاشر هذا هو علاش بنيو وقال لك بان 2012 2013 تاهما خصنا اش خصنا قال لك نعطيهم سنوات اعتبار اذا من هنا فقط من وظف بالاجازه وتخرج بالتاسع هو اللي خصو يستافد ولكن ما يستافدش من 4 سنين يستافد فقط من الفتره الفاصله بين التعيين في التاسع والتعيين في العاشر اللي هي 2014 غادي نجيو لهنا الفوج 2013 يعني تيتسال غير سنه واحده اذا خاصو يتعوض في سنه واحده ماشي في 4 سنين والفوج 2012 يعني تيفصلوا بين 2014 اللي السنه اللي ولاو تيتوظفوا بالعاشر تيفرقوا سنتين اذا خاصو يتعوض في الفتره الفاصله بين التعيين في التاسع اللي هو 2012 والفتره ديال اللي ولاو تيتعينوا في العاشر أصحاب الإجازة تعوض في سنتين كما داروا الفوجين 2013-2093-94 تلقوهم أنهم جاءوا وعطوهم 4 سنين لأن لقوا الدنيا مشرعة مترعة لا حاسبة ولا راقية ناهيك عن الفوجين 93-94 اللي جاءوا ودوزوهم ثاني وعطوهم سنوات اعتبارية خارج القانون لأنهم استفدوا من في 2014 وعاود استافدوا من المرسوم 19504 اللي تيقصي اي واحد فيت منه مستافد من الماده 115 اذا هذه الخروقات وهذه التجاوزات هي التي سنكشفها وسنعري عليها احب من احب او كريه من كريه نرجعوا الى الدكاتره القطاع واحداث أستاذ باحث فكما قلنا لا اجتهاد مع النص والمرسوم جوز 04-403 الذي يحدد كيفيات الترقي في الدرجة أو الإطار فهو الفيصل وبالتالي فالمباراة هي فرض عين ولن تكون حسب الهوى ديال أي نقبة من النقابات أو تصور ديال أي فئة من الفئات اللي تلقاو الكاتب العام ديال الهيئة عضو دائم في اللجان الثنائية اللي تدافع على الطرح ديالو فهذا لن يستقيم وما غبقاش غادي يتكرر مرة أخرى إذن من يجينا وتنبنو هذا الإصلاح ديال المنظومة التعليمية وابن موسى يعني أعطى الأسبقية لدكاترة القطاع باش يستافدوا من الخبرات ديالهم والكفاءات ديالهم حتى أن 2022 لغاو 700 منصب مالي تحويلي إلى التعليم العالي باش يحتفظوا بهذه الدكاترة في قطاع التربية الوطنية إذن هما محتاجينهم من أجل يعني تطوير المنظومة ومن أجل المساهمة
في النهوض بالمنظومة التعليمية، سواء في التدريس، سواء في التكوين، سواء في البحث العلمي والتربوي. إذن هما محتاجين إلى الكفاءات والخبرات، وبالتالي فالبقاء للأصلح، البقاء اللي عنده المهارات والكفايات والخبرة والكفاءة، البقاء للكفاءات وليس للانتماءات أو الأقدامية. فالمبارة هي التي ستحدد من هو الأصلح ومن هو الذي عنده فعلا كفاءة وعنده خبرة باش يتقلد هذه المهمة التي ستسند إليه من أجل النهوض بالمنظومة التعليمية. أما الريع فالوقت ديالو قد ولى، وانتظروا قانون النقابات وقانون التنظيم للإضراب والأشياء التي يعني تحاك في الكواليس. فجاوج عيشورة تغدي نكونوا جالسين اللي غادي نعروا لكم على الهم الحل ديالكم، أما الأزلام فليذهبوا إلى مزبلة التاريخ، لأننا هنا من أجل نصرة المستضعفين المغبونين ماشي البؤارة. شوفكم في فيديو آخر، ما تنسوش بارتاجوا هذا الفيديو على نطاق واسع للتعامل، فايد كثر من جيم إعجاب لايكات دور 120.